وفي ملف حياة كريمة، انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية التابعة لإدارة القصير الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج على 561 حالة بمختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء الفحص المعملي والأشعة فضلا عن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظات البحر الأحمر. احنا بنخدم النهارده في وسط تجمع عدد سكان كبير، معمل الكيمياء النهارده متنوع في الخدمات بتاعته النهارده، في تحليل سكر، تحليل هيموجلوبين، وظائف كلى، وظائف كبد، والسي ار بي والار اف، ومتابعه حمل وتحاليل ثانيه مختلفه. احنا بنركز النهارده على متابعه حالات السكر ومتابعه العلاج المناسب ليها، وبرده الكشف برده المبكر على الانيميا خلال طبعا الكشف دايما الدوري على الاطفال. بنقوم بصرف العلاج والكشف والتحاليل بالمجان، عندنا اكثر من 100 صف بيغلب اغلب التخصصات الطبيه، بطنه وجراحه وعيون واطفال ونساء. المريض بيقوم بالكشف، بعد كده بيقوم بالعمل التحليل اللازمه، بعد كده يجي يصرف العلاج كله بالمجان.